نرجع لكم مشاهدينا ومنختم المشوار الصباحي مع أخصائية التغذية ريوة أبو درغم لنحكي أكثر اليوم عن كيف بيرتبط النظام الغذائي بالمناعة. صباح الخير. بونجور ماريا. كيفك اليوم؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ هل عن جد في ارتباط وثيق بين الجهاز المناعي ونظامنا الغذائي؟ يعني هذه الفكرة اللي حنموت لتوصل إنه نحن جسمنا ما بفتله غير أكل. يعني نحن الأمراض اللي من القطة والمناعة اللي بتكون عنا سببها الوحيد هو الأكل. وهذا الشيء بعد ما كتير عم بتقتنع فيه العالم. أوقات نسمع أنه صار معكم هيك أنه هيدا مثلا وراثية، هيدا جينية، هيدا عرفتي، يعني في قصص يعني نقتنع فيها بهيدي الطريقة، يعني خاصة فيما يتعلق بالأمراض. صح صح. أوقات بنقول لهم أنه عن الجريب الفلو هو سببه كمان الأكل الغلط، لأنه نحن وقت ناكل أكل غلط بتكتر الخلايا اللي فينا نقول مثل التوكسيك اللي ما منيحة، يعني اللي بتخلينا نلقط أمراض أكتر، بتخفف لنا من المناعة كتير، مثل نحن عنا عرضة لأنه نلقط هيدا الفيروس يمكن أو حيالله مرض أو يصير عنا مرض نحن صحي من وراء هيدا الأكل اللي عم ناخده. إذا بنقول لهم روح عيشوا حياة صحية، بصير قلنا شو بتضلني كل حياتي أنا أتروق بيض وأتغدى صدر الدجاج وأتعشى تون. فكرة الحياة الصحية بعد عم بتكون شوي غلط عند العالم وبعيدة من وراء الأنظمة الصعبة اللي عم بيعيشوها واللي عم يعطوني اياها لينزلوا اوزان كبيره. صح. يعني هن لا ينزلوا وزن سريع ويقولوا لهم بدكم تلتزموا هيدا الاسبوعين بترويقه محدده اللي هي بيضتين مع خضره بلا خبز، بيعطيهم فكره انه الخبز بياكل العالم مش العالم بياكل الخبز. ممنوع الخبز، بنتغدى صدر دجاج او شقفه ستيك وبنتعشى علبه تون مع خس وميس ماكسيموم، يعني ممنوع تاخذوا شيء غير لتضعفوا. تضعف اكيد العالم لانه نحن هون عم ناخذ شيء كثير صحي كثير قليل بالوحدات الحراريه. صح. بيضعفوا شوي بوقفوا هذا النظام. يعني كمان الواحد ما في كل يوم ياكل زيت الترويق، ما في كل يوم يشوف زيت الغداء. ما بعرف كيف بيقدروا اصلا. في ناس عن جد كل يوم مثلا بتتغدى صدر دجاج مش فاهم كيف. صح. انه الاكل طيب يعني انه حلو الواحد كمان يشكل يعني. صح. هو اساس الدايت او اللايف ستايل انه ننوع، نحن يكون عم ناخذ من كل شيء بس ننتبه للكميه اللي عم ناخذها ولنوعيه الاكل اللي عم ناخذهم. يعني فينا مش كل يوم نحن ناخذ صدر دجاج، فينا ناخذ شاورما نحن. صح. بس نكون عارفين كيف عاملين هيدا الشاورما. يعني انا بالدايت بقول لهم حطوا شاورما خدوا، يعني هيدا محبوب الجماهير الشاورما. بيقولوا لي انه بدنا نحن نغش نهار بالاسبوع ما ناكل شاورما. طب لا هيدا ما نغش، انتم فيكم تاخذوا، ما هو دجاج، يعني شو فرقت بين صدر الدجاج او ساندويتش الشاورما؟ الفرق بس قد ايه نحن حاطين زيت مع الدجاج، واذا عم ناخذها مع كميه خبز كتير كبيره او مع بطاطا مقليه. يعني هون صارت نحن هون اللعبه. صح. هيدا اللي هو اللي بتفرق. انا في اطلب شاورما دجاج، في اخذها على قبعه بدل ما اخذها ساندويتش ومع بطاطا مقليه، في خفف البطاطا المقليه او استبدلها بالبطاطا المشويه. هون بكون انا ما غيرت، نوعت، اكلت القصص اللي بحبها، ما حرمت حالي من شيء. صح. وخليت الدايت تبعه هو يكون لايف ستايل، وبذات الوقت ما حطيت كميه زيت كتير كبيره لما نكون نحن عم ناخذ اشياء بتساعد الالتهابات لانها تنمى بجسمنا وتكتر بجسمنا. وبهيدي الطريقه ريوه بنكون عم نقوي المناعه. يعني انا لما بكون عم بتبع هالنظام الغذائي اللي هو منوع وفي من كل شيء ومنتبه كمان على السعرات الحراريه، مع انه ما بعرف قد ايه يعني ثقيله تضلك عم بتعدي يعني. أكيد. عرفتي أكيد. بس انه لما منعرف شو عم ناكل وقد ايه الكميه كانه حصرناها، فهون نحن عن جد عم نحمي المناعه تبعنا تبع جسمنا، عم نقويها يعني تتقدر تحمل اكثر. نحن بنعرف انه اللي بيساعد المناعه انها تكون قويه، والمناعه ما بتخلق بيوم وليله. يعني نحن بالشتويه بيصيروا الاهل يركضوا ورا اولادهم بالعصير الليمون والاكلات اللي بتقوي المناعه. بنقول لهم نحن انه مش دغري بتصير في مناعة لتتصدى للأمراض اللي بتصير أكتر شيء بالشتوية. أوكي. طب هلأ بالصيفية عم نسمع كتير حالات الدياري، حالات سد الشهية والعالم ما قلها نفس تاكل، وعندها هلأ جريب وعم نشوف متحور جديد لكورونا. هلأ هولي كمان بدون مناعة، يعني مش هي بس محصورة بالشتوية الناس بتكون مناعتنا عالية، بالصيفية كمان. لهيك نحن على طول لازم نكون عن جد عم ناخد نظام غذائي صحي، لأنه بنعرف المناعة بتجي من الفيتامينات والمعادن اللي موجودة بأكلاتنا.
نحن وقت نروح على كل يوم على مطعم او نتكل على الاكل الجنك فود، ما بدي اقول لك فاست فود، في اوقات فاست فود بيكون صحي، بس لما نحن ما نتكل كل يوم على الجنك فود، نطلب كل يوم من برا، ما يكون في بنظامنا لا فواكه لا خضره لا عصير صحي، هول كلهم عم نفتقدهم نحن بنظامنا هلا، لانه عم نستبدلهم باشياء ثانيه، يعني بدل ما نشرب كبايه ليمون بالنهار عم نشرب كبايه بيبسي او اي مشروب صودا. هولي كمان عم بخلقوا يخففوا لنا من المناعة، والأكل الجاهز ما عم بيكون فيه خضرة كفاية، أو عم بتوصل الخضرة بتعمل فيروسات قد ما هي ما أنا مغسلة مزبوط، وبهيدا الطقس عم توصل بالدليفري كمان بتعمل مشاكل صحية. يعني هول كله نحن عم نزيد على حالنا أكيد. وعندنا كمان مشكلة النوم، النوم هي كتير بتأثر على المناعة، وشرب المي والسبور. هلأ مين في ما بتسمع هلأ أنه هلأ شوب كتير ما بقدر روح أنا على الجيم لأنه ما بقدر هالقد أتعب والحرارة كتير عالية، ما بقدر أتحمل وقت طويل، أو أني بنزعج يمكن من الريحة من العالم عم تعطي مجهود كتير بتجمع الجلد يروح، بلت لأوصل للشتوية هلأ. طب ما هول كلهم كمان بيخففونا من المناعة صح. يعني هي نحن الرياضة مش لو فترة معينة، هي بالعكس بتحصلنا من صحتنا ومن المناعة أكيد. وكنت عم تقولي روى أنه المناعة كمان بناخدها من الفيتامينز يلي هن موجودين بكل الأكل، يعني إذا عرفنا كيف ناكل وقدي الكمية. طيب الأشخاص يلي هن عن جد حرمين حالهم من كتير إشياء وجسمهم بحاجة لهالفيتامينات، هل إذا أخدوا فيتامينات حبوب كنوع من حبوب او مشروب او شو هي المناعه بتتفاعل بنفس الطريقه مثل لما بنكون عم ناخذهم من الاكل؟ هلا في حبه الفوائد فيتامين سي اداب بتشوفي اول الشتويه الكل بيهجم خلص على الصيدين يعني ما بعرف شو سره، يعني كل يوم بدك تاخذي حبه هذا بهيدا بدل انا هي حبه هيدا الفوال في انا اخذها من شويه كمشه فليفله بقلب السلطه شويه جزر يعني موجودين او حبتين ليمون بتعادل هيدا الحبه. طب انا ليه لا الجا للمكملات الغذائيه وهي موجوده بنظام الغذائي وخصوصا عند اللبناني، ما نحن كل يوم عنا مشهورين بجات الفتوش. طب ما هذا الفتوش موجود فيه كل شيء صح، فيها تكون كل يوم موجوده على سفرتنا كلها فيتامينات وكلها معادن. طب انا ليه لا بدنا نغسل كل هالخضره كل يوم؟ الله يسامحك شو هالشغل اللي جبتي لنا اياه هلا؟ ليك هلا هيدي فكره كرمال قله الشغل. هلا عم تشوفي الترند تبعول الفواكه المجففه ايه حكينا فيها اللي بتقرمش صح إيه. يعني هيدي صار قصص تخفف وقت تقلل تعب ومجهود انك تقومي تغسلي فواكه، بتجيبي هيدا المرتبان كله فواكه بفضوه قدامهم بياكلوه كلهم. فهيدا نحن صرنا هيدا رعب بس 100% ما عم بيفكروا انه زيت السعرات الحراريه كانه جات الفواكه قدامهم موجودين بهيدا البرتقال الصغير، فتوفير الوقت عم بيوصلهم لوزن زياده. فخلص كل يوم رح نعمل جات الفتوش، يعني شفتوا كيف بطريقه مهلله قالت لي روح على المطبخ وجهك على المطبخ. لا فعلا هو يعني نحن هيك عم نروقها للناس ونهديها، بس الجهاز المناعي هو اساس لانه هو يلي بيحمينا من كل شيء وهو اللي بخلينا اصلا واقفين على اجرينا. شكرا كثير لك روى، شكرا على كل هالمعلومات المهمه يلي اعطيتينا اياها اليوم، وكل شيء باعتدال بيكون صحي وبيكون مهم، واهم شيء كيف نعرف كيف نختار الاكل يلي عم بفوت على جسمنا. عفوا شكرا كثير روى، اهلا وسهلا فيكي.